السلام عليكم ورحمة الله. مجددا إخوان من شركة كهرغاز راسلوني لأنهم ضربوا في كل بيبان، طبطبوا على كل بيبان يحوسوا باش يسمعوا صوتهم. طبعا صحافة بودورو ما تسمع لهم شو ما تسمعش صوتهم، مخلينهم هكذاك وكأنهم ما هم جزائريين هذو يعني، وخاصة انه القضية تاعهم قضية تاع معيشة تاع بنادم، يعني تلعب تاع برزق بنيادم ولا واش؟ هذو يلعبوا برزق بنيادم. الشيء اللي حاصل اليوم في هذه القضية تاع سونيرغاز انه بدون سبة يجي وزير الطاقة ووزير والمدير العام سونيرغاز، ما حاوش واحد زوج ثلاثة، حاوزوا يعني 14,000 عامل. وشكون هاد العمال هادو؟ ما واش يديروا هاد العمال هادو؟ سمعت يعني شكون هاد العمال؟ هاد العمال يخدموا في لي غازودوك، في هذوك التويات الكبار، هاد القنوات الكبيره هذيك يخدموا فيها، وهي اللي تعدي الغاز من هاد، يعدي الغاز يعني. هاد الناس يخدموا في الصحاري ويخدموا في الجبال، هادو يخدموا في الصحاري ويخدموا في الجبال. بعثوا لي بزاف صور على كل حال، مانيش قادر باش ندوزها كامل، ولكن هاي القصة ديالهم سمعت. هما يخدموا كما قلنا في قنوات الغاز تاع الكرون ديامتر الكبار هذوك اللي تابعة للمجمع تاع سونيرغاز. دونك هاد الناس يخدموا في الصحراء ويخدموا في الجبال. الناس هادوم ما عاشوش مع عائلاتهم، ما شافوش ولادهم كبروا، الناس هادو يعني حياتهم كاملة هما في خدمة البلاد، في خدمة الجزائر، في خدمة الشركة تاع سونيرغاز اللي هي شركة يعني عمومية تاع رزق الشعب. يجوا يطردوهم بدون سابق انذار. كان فيهم اللي خدم 15 سنة، كان يخدم 10 سنين، كان يخدم 25 سنة، يعني لحق لاروترات، لحق لاروترات. وفي الاخر جاو تم طردهم بطريقة تعسفية، الطرد تعسفي. كتبوا راسلوا جراو والو، ولا أحلى حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. الناس هادو أحبوا يوصلوا صوتهم. بيوصلوا صوتهم باش الناس يسمعوهم من جوان 2022، من جوان 2022 يعني درك تقريب عام. تم إدماج ثلاث شركات، هما كنغاز، كهركيب، وكهريف، وخلقوا شركة حسب الإخوان شركة وهمية يعني تكزيستي في الريح. الشركة هذه اسمها كهرغاز. وفي 31 ديسمبر 2022 تم طرد هاد العمال وإغلاق الشركة الوهمية، زعما اللي داروهم فيها تم إغلاقها في 6 شهور، يعني بعد ما خلقوها في جوان 2022، بعد شهور
غلقوها وتم طرد العمال. من هذاك الوقت العمال هذو ما يشكيوا لجميع الجهات المعنية، يشكيوا جميع الجهات المعنية، وقاموا باحتجاجات أمام المديرية العامة لسونارغاز في تيرملي في قلب العاصمة. وقابلهم الأمن والدياراس وحتى السياري المركز التقني الجهوي، قالوا لهم القضية تاعكم ما تقدروا والو، ما تقدروش عليها، راهي الفوق. هذا المخابرات طبعا دخلها روحها في كلش، يقولوا لهم القضية ديالكم راهي الفوق، ما تقدروا تديروا والو. تصور بلادنا كما حبوش يفهموا الاخرين، قال كاش قضيتنا الفوق، ضربوهم. ولا ضربوهم، ودار لهم دي بي في، اداهم في الفورغو، رماهم في روتوروت، زادوا داروا وقفات احتجاجيه اخرى في مجمع سونارغاز. لكن كما العاده تلقى الامن بالمرصاد، هذا ماهوش امن اللي تلقاه، تلقى البوليسيه والعسكر والشرطه اللي ما وفرش الامن، لا امن، تلقى لا امن. جابوا لهم القزازه في يديهم ويضربوا فيهم. هضروا مع نواب في البرلمان، وفي وداروا مقابله مع وزير الطاقه، وكي سالوه على هذا المشكل قال لهم جات من الفوق انا خطيب. شو باش تفهموا كيفاش البلاد راهي تمشي يا ناس. وزير تاع القطاع هذا بعد يهضر معاه يقول له ودي كيفاش، يقول له جات من الفوق. شكون الفوق؟ يعني تبون. انا ما نقدرش نصدق هذه، على يعني كل حال انا مانيش ندافع على تبون. هذه يقول لك ما يردي واحد كيقول كلمه حق حتى وان تكون على نفسه يقولها، انا مش ندافع على تبون. يقول تبون ما يقدرش يتخذ هذا القرار. انا شو نقول؟ انه الناس يتخذ هذا القرار جبناء، وانه البلاد يسيروا فيها الجبناء بما فيهم تبون اكبر جبان. دونك وين يرمي الفوق؟ تالفوق يقول لك طرد 14,000 رب عائلة، تيش لو تقول بقى على خير، بقى على خير، ما نسببش في قطع رزق 14,000 عائلة. هذا واحد يكون فحل، ما يقول لك هاي جاية من فوق أنا خاطئ مانيش قادر، يعني عم بالو صاب الحل هذا. دونك شكون هذا اللي من فوق؟ إذا هو تبون اللي راه يصرح ويقول خلق 900,000 منصب عامل، وعلى بالنا يكذب يقول خلق 900,000 منصب عامل، وما قالش باللي طرد 14,000 عامل، هذه غير في كهرغاز، بلا ما نتكلموا على العمال تاع الشركات الخاصه تاع كونيناف والعلمي وتحكوت وعلي حداد اللي كامل راه في الشوماج، كامل في الشوماج. دونك راتبون يقول لك انا خلقت 900,000 منصب بنفو، ما خلق حتى منصب، راهو يفقر في الشعب. ويقول انه حسن القدره الشرائيه، يعني تصور حسن القدره الشرائيه المواطن البسيط. يعني شوف واحد يكذب اكثر من تبون يقتلوه ما يخلوهش يوجب باش يبقى تبون هو اكبر كذاب بشي في الجزائر على وجه الارض، على وجه الارض. دونك العمال اللي راهم اليوم مطرودين 14,000 من مؤسسة وطنية، مش مع البريفي، بريفي ما دارهاش، مؤسسة وطنية. اسكو كاين شخص غير تبون هذا اللي يقدر ياخذ قرار تاع طرد 14,000 رب عائلة من عائلات مراه،
واللي كما قلنا يعني سخروا حياتهم كاملة لخدمة هذه الشركة اللي تربط اللي طردتهم اليوم. طبعا ما بقاش مكتوب في الايادي تكلموا خرجوها بعض الصور على يعني الخرجات ديالهم عامليك فينالما هما اللي مساكن ديكاجاو هما يطالبوا برحيل الوزير والمدير اللي قاعدين يعني متسبين في فقر. ولا درك واش بقى راهم يديروا الناس هادو؟ هذه حقره ما بعدها حقره. تقول لهم خرجوا راهم خرجوا. مشاو بارتو لاخر الدار ورفدوهم. داروا فيهم العجب. داروا فيهم العجب. يعني واش اللي بقى لهم يديروا هاد الناس هادو؟ واش بقى راهم يديروا؟ ينتحروا؟ يروحوا يجدوا ليسانس ويحشعلوا ليسانس في رواحهم في 14,000. والمشكل راهو ماهوش غير هذو كهراغاز. من المفروض العمال المطرودين اللي راهم بلا شغل تاع شركات حداد تاع التحكوت تاع معزوز تاع العلمي تاع كام شركات تاع هذاك البوند اللي هارب ثاني في فرنسا عيشوا كامل راهم راهم فوق 200,000 قريب 4,000,000 وعائلات عندهم. يا خويا فهموا وخرجوا. تخرجوا ما يقدروا يدير لكم والو لأنه لما تخرجوا في عدد كبير يدوا 3-4 ولكن ما يزيدوش تلمش بس يدي واحد ولا زوج ولا 3 يدوهم الحبس تتجبدوا. لا كملوا الشعب راح يوقف معكم. الشعب يوقف معكم لأنكم انتم على حق. وما ديروش بوليتيك ما تقولوش العصابة أرحل. لا 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 باش ما يقولكش بلي راكم تحرضوا على الجمهور الغير مسلح وراكم ديروا البوليتيك. لا طالبوا بالعمل. أعطونا يا خويا سنعطونا شهريتنا وحنا قاعدين في ديارنا. الجزائر عندها دراهم. الجزائر عندها دراهم 64 مليار دولار قال لك راهي مطيشة ما عرفوش واش يديروا بها. دابا نور طالبوا يعطوكم منها. هذا هو الحل. لكن ما يخرجوش ناس واحد كل واحد يخرج واحد. المشكل تاع الجزائريين انه كل قطاع يخرج واحد كل واحد يدبر على راسه. لا لازم يكون فيه اتحاد. لازم يكون فيه اتحاد. راكم في وضع واحد. العمال تاع كونيناف العمال تاع تحكوت العمال تاع علي حداد حادني يخلصون بالتربولات يعطوهم ربع تاع سالير ربع تاع الاخر من كل القطاعات وتزيد من العامل البسيط اللي كان مدير عام اللي كان انجينيور اللي كان يعني كانت ناس عندها مناصب عندها مداخيل تحركوا يسمكم تحركوا ما عندكمش حل اخر. انتم اكبر المضرورين من هذه العصابه. انتم اكبر ضحايا هذه العصابه. لأنه ما يكفيش واحد يقول لكم راني معاكم قلبي معاكم. ما يكفيش. يلزم حل المشكل ديالكم. يلزم ولادكم ياكلوا الخبز.
حتى تمشي تبزنس دروات عقوش، ماشي كلكم قادرين تبزنسوا دروات عقوش، كلكم قادرين تخدموا عندكم من كاليفيكاسيون، لأنه العمل اللي يقوموا به تاع كهرغاز العمل اللي عنده مؤهلات، اللي يقوم به لازم تكون عنده مؤهلات. نتمنى انه العصابة ترجع للرشد، اذا تعرف وش معنى الرشد، ومتصدقش عليكم حقكم هذا، يردكم مناصبكم ولا يعتوبكم يخلصكم حتى يسيبوكم خدمة، لان هما راهم يخلصوا بلا ما يخدموا العصابة. جوجي راه يخدم، يضرب 150 مليون 200 مليون يا صاحبي، ويخدم واش يخدم جوجيل؟ جوجيل عنصر متطفل، راجل قريب 94 سنة، عنده رجل في القبر، إن شاء الله تلحق رجل ثانية، ماهوش طاري، ماهوش طاري، فاش يفيد البلاد؟ نتوما تفيدوا البلاد. العمال اللي طاردينهم يفيدوا البلاد، كلهم صغار مازالهم ينتجوا. قوزير واش ينتج؟ شنقريحه واش ينتج؟ بن علي بن علي واش ينتج؟ وتبون ينتج الكذب. ربي يقدر الخير وان شاء الله تفرج على اخواننا تاع كهرغاز وتاع الشركات الاخرى. بعد جنقل نشوفوا موضوعنا الثاني. الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.